بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله وأن أتكون نقاري أرجيني مع ميكروفونك وأن درسنا إن شاء الله وهرق بأجري إن شاء الله. إخواني شيخنا الشيخ أحمد ومعلمين تيدئة يددك إلهي سبحانه وتعالى هنونك سببها يقول الرئيو جزاك الله خير شيخنا ونفع الله بعلمك وأيدك بروح منه مركا إن شاء الله أدبان وفرح سنة هينان ولن وله اللجوه إن شاء الله تعالى. إن انت اسكديب وحان جعل هاي إنان كلمة كجهد الله موضوع كصابسا علو الهمة سيدي كور لوغو قادي لها همدة وحوي قفك اللابتي سوحا كجرا وجيدد أوليها نرشا وكليها إنو كرو قادة مسلم باطهاي هوس هسكو بجين إلهي وحو إنا قرد حدارتي لح مليارو بني آدم ورلوكا دل جوغا قاربا عبدا عورضها وينكا قاربا نغح يريسا ميستير إلهي كنكتا وحاسو نمو إلهي نغحنو نيو وحنو نغحنو نيو أفضل دين دين تيوغو فضل بدنين وحو إنسي منهج كيوغو توصل بدنا وحو إنسو ديري روح إلهي أبورا كيوغو فضل بدنا إلهي جل وعلا وحاسو نمو إنه قل الله يستينا المهدي ذكو علينو ونقول إنه قولي عمل با مهمة مركاوحا نجعل هينا كلمة داير أنكها الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عالم كاوين وعلم دواوين إسلام كمدها وحال يري مركاو صلاة فجر يتكدو الله يرحمه وحفري سنجري محرابك وكتو كذي وحوجي سنجري قبل الدا وحو قلي جري أحوال وقارة يسغي إلهي أحواشا مركو إلهي اللوضو وحا قدال كفر ليا صدح ننو علم دواوين إسلام كأو أرضي دي ساها وحا كمدها مفسر كوين الأرداء ابن كثير وحا كمدها الإمام الذهبي ومحدثة وحا كمدها ابن القيم ومحققة صدح دبا ومن جبال العلم والإيمان مدمدكه سيماله إمام الذهبي رحمه الله وحوري ما رأيت مثله ابن تيمية وكلمان أرك ولا رأى ابن تيمية مثله ابن تيمية أنا أمام ملايين يأينو أركيس وكليته من كاسي مركا واسيجي دا صلاة بوتوكنية وكبحي صلاة دي إلهي بولا شاكي سريا ابن تيمية وين دون دون بل حدد ان الهي ودا شيكيسنو بني ادم شيكدي سوان كديلان بلينها اسغو خولا شيكيسنيا الله شيكدو دهرينيا اذكار بو اخرنيا مردن بو اسك سو جيسنيا و خو اركا اني فديان هل كنتم هنا ما قنات فديدين بو دحيا ما جوجتين مش ما فديدين وحي دحيا نعم ما فديني مدو وان كسوغيني الى علمي وان كا برناي وحولني ما نوقين كنت في جنة جنة كجريبوري يا رحمة يا نعمة ذاتك جنة قال هذي وحا أن كجري كجران أحلى قم السيارة وحلى قهي ناسوي يعني. هل كان جنة تعالى مركز أدونك الله سيقالي كارو انت جنة آخر لتكين لكن جنة هل كي تعالى قلبي تعالى ابن تيمية رحمه الله ودادي بيس خلافين وقت يسن نولا بعض المسائل بيسكو ديدين ليسكو ديدي كرا لكن تلك قاركود وقلبي وقوة ضعيف وحاكم لها مسألة الضلاقة هدو قفكو حاسكي سكو لهو صدح جر
بعد فرنتها مر قرر عضو أنت طالق سلاسا ما دعي مصدح بام يسوى هل ابن تيمية يحول هلو ما دعي صدح بان عيسو بدايه بالأربع أنا وحيد هي صدح بان عيسو نيكي مدحا هابي كولا دي نيكاني فدنو وضاي هل حدو ابن تيمية وال حدو هذه المسألة الوحدة وجهبد من جهبدة العلم وال حدو مركو كسي قال يا البابكي يونيكي سجانكي قم كسي يقولي ماشي عن سيقلي باب باطنه الرحمة وظاهره من قبله العذاب هل كان سوق لأن حريص باطل يقول هل كان كيف يدين عذاب باطل ماذا يفعل بأعدائي يقول محال يقول سمعي كرها إن جنتي وبستاني في قلبي جنتي دي يراحة دي لكن كسي تابولي قلبي قيها إن قتلوني فأنا شهيد هدي دلانا شهيد باناي وإن سجنوني هذا حلانا فأنا خلوة إلهي بمسلك اليورب بريها واكلا مشغول له وإن نفوني هذا وضعك يجيريان فأنا صايح كونك إلهي من داوانو بلادا كبرونا دعودا قارسين بوري إذن إخواني شيخ ابن تيمية رحمه الله وحكوي لي كلمة قيمة بضن في بعض الآثار الإلهية هذا الذي إلهي كسو أروري علمتي هورية تفاصيل دين تكهر سود الإسلام كهر لعي وحكم إذا إني أرنجرين دتكو إني لا أنظر إلى كلام الحكيم وإنما أنظر إلى همته قف هدو هدلو هذا الكيسو إما قيمة قليانيها دتك بلانك وضعت ما كي قف دقيستان وأنك معاك علي بضن برايس وأنك معاك حمي بضن وحيو نكا سيدها أنا حكم هذا الكيسو معالما إيقا قفك محان إيقا بوري يمديسا هل كو أصعدها قفك ماذا يريد محو دونيا من رجل آخرة مسوى رجل دنيا يمديسو مصر ريسا مسا يمديسو ما يخو سيسابا نيجي جلي بلادين ذاتك عامدة ما أنت مركز يسكوك لديغان ايو ما يسكو الله ديكتا شهادة الله سوقاتا ما يشهد الله سوقاتا واللغو شقتك واللغو قيمينيا ولذلك وحال لدى قيمة المرء ما يحسنه قفك قيمه سوى وحو يقان قفك وحو لنا قرد اللودي وكورا وأقربنا يا لكن أهل الله أهل التصوف أهل التزكية أهل الروح وحال لدى قيمة المرء ما يطلبه قيمة المرء ما يطلبه قفك قيمه سوى حويان أو حقو دونيو ما حد ربطا labannin ba halkan kuwada tukanaysa salaad mid salaadiisa waxaa laga aqbalay marka 10 loo qaybiyo cushur midna waxaa laga aqbalay tusuc 9 sibida loo tukanayeen maxaa kala sareeyay qalbiga kala sareeyay xuduurka kala sareeyay joogitaanka kala sareeyay sheekaysiga ilaahay la sheekaysanaya kala sareeyay ilaahay in la nool yahay maca allah tabaaraka wa ta'ala tafaa'ulka kala sareeyay مركا قيمة المرء ما يظلمه ولا ليال هل كنا نجونا دمانتين هنجونا ودن رجل البيض لا يلاحظوا رجل البيض كسر سيفو ليه مركا علمي الله بارو كو سيفو كو ودو ليه وحوية وضد حبيسن أو نظامسن لبا وضد ماتيريالا وضد الدنيا قفكو حلو قيمة يا وحو هيستو صدح وأمال حرية دو أحد لهين ليبرتي توتال وقف قايستا الكابات كده جو سنك تادون تيجوا حطوا داكو سمعني صاح قف قال كورونا دو قطعي هكذا بنا دو قطعي كريسا أفري الله سكورة دلوا بلا بيا ماشي هسات جو تها وحدو بعهن تهاي مركها سيدابا وحى ونكسرنا وقع هذاني ماشي أجوتي وحى حن أيلا ده هاي نسيدابا وقف فجانا دو قطعي ران labaar imad baad u baahan tahay himmadada kor u qaadiyo labaar imad baad u baahan tahay waxay oran jireen culimadu la budda lisaliki fi dariiqir rahmani waxa laga marmaan u ah ruuxa dariiqa ilaahay socda maxaa looga baahan yahay min himmatin uliya inuu yeesho himmad sare tusayiruhu oo wada wa tahdihi wa turqihi korna u qaadaysa salaadada shalay salaadada maanta way ka fiicnaato annaku subhan dhana alle bari maxay ka salaad fiicna bari maxay ka salaad maxana wan u yijiray allahumma ij'al yawmana khayran
من أمسنا وأنا ما لنتعد كخير بناته شلي ذاتي. اللهم اجعل غدنا خيرا من يومنا. مسلمك مركا محوص عدا وحكرا يا سلم سلام بكرا يا درجات بكرا يا قفكو هدي اللي بدي سأيا مدسكو إكاتو وخطر ويا هدي كله حسسنا وبهلاك به كان محنو بهانا همد كر وصعطة ما أنت صلاة دي دم فعلين عاو مركا تقولي قتتين بوق يقلم بالقاضي نيسا وحدها شنتي صلاة دي سوتو قتتين سيحايا أحواشا وسيحي دريقة مركا صعطة إندها قسيحايا دقاها قسيحايا وأنا حساب سيد قبل أن تنام سيئة بريتو ولو قفعنا تساد ما تاحيت هم بدوا إنا ديرتت هم بدأ محارنة تصيره ويقوضي صيدك وضع وترقيه لبنا من علم يبصره ويهديه محال ربا علم يقفك بني آدنك واحتصه هنونينا ودكتي المات إخواني في الله تدك مسلمي تأدوك كنا الوالب جمعون تدك أهل الصوفية لأن هذا إلهي سفي عنو عابده علمي لا كير دادك علمي قو قبطانا إيمانك كوير روحانياتك كوير ولذلك علمته وحيد هذا لا بد للفقيه من تقوى ولا بد من التقي من علم أهل الله يوحى اللو قبه يا علمي هذيك لدي زهد يقول نقونا يا در لحل حدو يران لسك سوصارو نقونا يا فقط علمي قو قبطان إيمان لهينا وحو نقونا يا كمثل الحماري يحمل أسفارا دمار سي دمارت قال لبدن وإن ميزان لو يا إخواني في الله إمام ابن تيمية رحمه الله سأل الله والله إن أير مات يعني وحولي آيات قرآن آد فيري واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار حولي إمام كاسي آيات داوان دلتاقي واندل فريستي عندها كده دول تبيه قرآن كمرور الكلام كم في عليه لسك مرؤون ولا النول هذا وآيات قرآننا ما بدنا بقى ومسك البدر وذكر عبادنا إبراهيم إسحاق يعقوب أولي الأيدي والأبصار سقال كل مدوبين سقال كي كل مدود ويسلد دول تاجي هذا الإمام الجليل رحمه الله وحول تبين لي أن البشر أقسام أربعة وحاجة صوب حي بني آدم ككون كجوجين أفريهين مركز أفر ستنا أفرتا كمان بحي نحن كجوجوناني كم يكون جرنا أفرتا أولاهم كوجه الرجوع أخصاهم وكوجد اللسان وكوجف شرسان وكوجحن أما حي إله معود أول الأيدي واذكر نبي محمد وحد حسوس ساء حستادت كأشقتا الضوما هيجي إبراهيم إسحاق يعقوب أصل الله محي هايين أولي أيدي وحي صاحبه هايين الأيدي شقه يقعن والأبصار يو لابت يرنده ويحكار كان أوكي حول مركا وأفر دادكو كو قرد أقوه رسو قرد أقوه فشيسا محي يمر قرداسي رحمه الله وحولي قرداسي وقل عجيب وحولي ومن لا بصر له ولا حرفة له في الدنيا إيمان مقبان شقنا مقبان هل كاسوس غفر ديا حما تريو حما أركو إيمانك ما شقيه علم ماله عمل الله ماله لا علمنا كما شقي عمل الله كما شقي سبحان الله العظيم بسكيت كادي ماني تيمورتا كادو نقوني واد كسوكعي وادو نقوني واد كسوكعي وادو سو نقوني انو ديباتو كجيرو ما هيو اسكو قسلي حدنا وقفك مسكيت كاغا تاغي كوغو سو نوقدي كا تاغي كوغو سو نوقدي كا تاغي كوغو سو نوقدي ها ميشا كو ديس بو ديلي خطورة او فرس يعني ان كوجيرنا اخواني في الله إلهينا أبو ريبان علاقة بالليلين أيام باكماري بل باكماري سند باكماري لا تدخل المسجد مسجد مجلس لا تصلي لله إلهي ومتكنس لا تركع مرك وعيس وتعيش هذا الناس كنو شاهي فرحان باسكتها بركة وقردها وأقصى الناس قرد الله بادو حوري قردها بإيه ككر رياب الإيه محاين قردها سيعملون عمل بهايان شقو لكن بلا علم قرآن بو أخرني أذكار بو أخرني بلا دليل
waxaan sameeyay dilmo haysa may ma u sameeyaysa dilladay sanad ma haysa al-ibada wa mahay tawqifiya ayaan bu iska soomi rajab wa ayaan bad ka soomi ma u soomantahay hal warada fi dalika rasuulullah iskaak salaadu tukani nabi maxamed malaga haya sallallahu alayhi wasallam maya okay waxbu jirka ku sameeyni waxan amal badan buu qaban aakhira wa iimanaya wax laga leeyahay waxad qabanaysa waxba kama jirin qoladii hore u dhaama oo ilaahay u caabudaya laakiin dariiqiisu waa lusay qolada saddexaadina waa maxay kuwa ba in yar dhaamaan buu leeyahay waa maxay ladayhim cilmun kasiir cilmi badan baa hayaan laakiin camal ma hayaan waa filosofiyo madaxoog waxaa ka buuxa kulamaa qiil wixii la yidhi haddaa la hadashin wuxuu qoranaya fi masalati arbacatu aqwaal buu qoray masalada afar baa kusoo aroortay shaafici sida abu kayd axmedna sidaa haye maxaad ka haysaa camalkayga iskada cilmigaga qaado ku dhahay khud cilmi walaa taakhud camali uu ku dhahay ilaahayna wuxuu ka leeyay lima taquuluuna maa laa tafcaluun walibaalka ma jiro ilaahay kabuura maqtan cinda allaahi an taquuluu maa laa tafcaluun أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون يا أغفر لبدا بركة ابن تيمية رحمه الله من جمع الله له العلم والعمل همدا دو إني قادو إن العلم غنى برتيت عمل كاغنى سروقات إخواني في الله فناء الكعبة فناء الكعبة كعبة barandiheega daaradeeda iyo soo fadhiisteen afar oday oo waaweyn oo ahlu taariikh dad sheekhu noogu warramay waxa soo fadhiisteen nin raad Cabdullaahi ibn Umar Umar ibn Khadaab baray waxa la fadhiyaa Urwata ibn Zubayr wa muhaddis weyn wa allama waxa la soo fadhiisteen Mus'ab ibn Zubayr awalaalkiisi kale waxa haqa la soo fadhiisteen Abdul Malik ibn Marwan oo noqon doona amir al-mu'miniin في دولة بني أمية وأفرين دارة دي فريستان بل همد دو فرسو دل يردين حتى مال فريستان وكتل هذا محادو دوان سيلان دو قتل كوفي عنو كرنا بوليس نقضان دوليا خطر كاسي بوليس بانو غلية بولي أوكي أفر تنين ويسلسو فريستان وكبار الصحابة وبد كوغي إيو تابعين تي وحيلا دين تمنوا تمنوا نين بل بوحو جعليا هاي هتمن يعاوة ماذا حدرها خيال أحلام ياش هواويو هواوي ياش هواويو هواوي مركا وحاو قهر هاللي نيك الأوروني مصعب ابن زوير وحيلا تمنوا وحيلا كلا دين ابدأ بأنت أدو بلو أدو بلو بلو في رسلية همدو هالكي تعود همدان يدويا مصعب وحيلا ولاية العراق إلى العراق بضع كنوضو بقى عراق دولد ما هو قبل يرى إسلام كي دوسان كي ولد إلى ولاية العراق بضع كنوضو كو وتزوج أن قرسد سكينة بنت الحسين ناك عادي أماها البيت كي بضرانيا حسين قبل ديسا ابن علي ابن أبي طالب فاطمة ويل كيدا شيء قبل معيدة وتعيدة جدة سكينة ناقع عن تكوليه سكينة ما هو اللي بقبر كان وقص على وعائشة بنت طلحة وصحابي يا عائشة لا بد أحدنا كل حلاله هو أي نقطة حاس إسلام مركزنا أن العراق نبض حكم نقطة العدالة دي إسلام بحكمه ويقدر نتهيبه يا سيد وياه ومصعب ابن الزبير ودمي على قولي عروة ابن الزبير هذا قنا بلاه حول أن أكون فقيها إن نقض فقيه الأمة ومضى النكا وعلو بضل وأن يحمل عني الحديث مني الحديث حديث كان ليقى حبارانيك ليقى قولي حزان رسولك بس فنال ذلك كيف روها لها لابد تصدعي بها لك يوري إسنك النوها لبعنا أوكي نقص الدحات بهذا اللي قال عروة ابن الزبير عروة ابن الزبير كان هذا هو عروة ابن الزبير وحالي سايبو يسويلي كيف الدحات بها اللي وحاها اللي مركز وهذاكي او يمدي انو هادلو مصعب بن الزبير رضي الله عنه عبد الملك بن مروان عبد الملك بن مروان وحاو يري وحان جعلها انان مدح كنقدو ومد الاسلام كودن الخلافه اي دارد نغخدا
وتمنى عبد الملك بن مروان الخلافة وتمنى يسقون الخلافة دي فنال ذلك أمير المؤمنين برقوة ومضى سلام الله وضحوا النقضي يا أي نوع هذا مركة عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر من الخطاب بحالي وأبيه كويد وريها أنا قد ضبط أي واحد كان في كل الدنيا عبد الله بن عمر أظهر لي أتمنى الجنة بوري أنا وجنة دينا قالوا مرة بوري ونرجو أن يرالها صوصاس ما كانش كسنة تاسي ما كانش كسنة إن شاء الله أوكي شاعر عربي هذا عجيب يا قبي وحولي وإذا النفوس كنا كبارا تعبت في مرادها الأجساد وإذا النفوس هذه النفوس كنا كبارا أي وينتها نفط هذه وينتها جلك دالة جلك هو دالة نفط دوس عضاد جلك لكن هذه النفط ضعيفتها جلك دوس عضاها وحقوف في على نخوة كفك رمك عقق صوق الله محي وانتظوه أهم شيء في البيت محي الطعام أحد العلماء وحولي أكره ما أكره حين أكل طعام نرش إذا نفط واحد نعم مركع عنتظر عريب عنتظر مركع عريب وقرب أقول راح أبدا تالي عندما أقرأ مركع علمي الآخر نيب هذا قولي لسوك ليس واحد ربطها ساس أوكي ابن تيمية رحمه الله سو قولي فرديو كتاب أخر سنة أيو قبر دي الله اللي عنتظر أوكي ليس يقولي كخادي ميسي حول الطعام إلي الطعام عنتظر عليك يا نبولي كتاب كيف يكون نغضي صورك عنتظر عنتظر بقبودي وارو ما هي إلا صوري عنبو سلو إذو قوارتي سلاتي بو يريحو كنا دو عنتظر قوي صوريته إمام مرفي عما صوريك وليس كمهي بكتر صوت ديري بولي صوت ديري صوب بلابي إلي الطعام بلا صوريك عنتظر بقبودي مركي أفراد بكتر إمام دلتنو ملي هيدا كركا شقي حقاً دلكو قوم جرتا حقاً عنتظر تنتظر هيكو جرتا كتاب كيكو جرتا وهمدة يعني همدة يعني يحيى ابن كثير رحمه الله وحولي لا ينال العلم والإيمان علم الإيمان كاللغم أهله براحة البدن جرك الله راحي جرك الله راحي قفك وكف كرأه ومارتي يا إمك الدواء علم براحة قاربي أنا جرك الله بالبلاري ماها وروك صوك شيء بالبلاري يا جرك كشقي أدوس كشقي أدوس كشقي هذا همته ضعيفة إخواني في الله همته النسان أكر قادنا بأمي خلق عليها طبعا وحما أرانيه كيف نرفع همتنا هل كين جونا نكو ماشي نجونا من همته أكر قادنا مع شيخه وهوين سابق أرانيه سين همته نكر وقادنا إخواني في الله همته واحد أكر قادها سقال مسألة دون إلى صعدهم من هناك الهدون المسألة الأولى وحوي قفك همدي سكر وقعد وحوي وقفك مركة وديسيش قاتو لا لامي ويا لا لامي ويا التردد ليس من سمة المسلم هذا العاوة تراديد أنك صلاة الصباح وإن تكدو والمساجد كأدو قرارك هذا قادتي أكل لامي أكل نغنغن هذا تراديد أنك وإن أن هاخيو لبا صدح بوك مالي ولا قرانا أكل الله خذ القرار لكن قرارك وفضل إنا قدتي إنا تكو أتكاتي تبع رقلي ما إلهي النبي سمحوك يلي فإذا عزمت فتوكل على الله هذا كل عزيمة قادتو قرار قادتي الله تعالى سعره بركا كو روح همدي سكر قادي كروح وي روح قرار له روح عن قرار له وزدالنا يا قفكو هدونا قرار لهين واجدالنا يا كوين هو تقرار يلتين لابو ان انت اللاباد ومحي قفكو همدى لدتك ما اجاكو لا يتأثروا بالناس ماذا يفعل الناس دتك محي سميا كما فكروا ماذا يقول الناس عني دتك محي اني يلي كما فكروا دت باجرا سوى قرار قاتو كسع المسكيدك يا قولوا ما الجوكتو الكو كوي عن ولا شاكا يسبا هو كسع لهد مسكيدك مدخل قرار بو قاتو ما انت انو اوبد كيس ميل جيو قرارو قاتو قولو ميل اخو الاركيو اسكو سو فرساد يربا عيالك بلوه قادي كرتاي بلوه قادي كرتاي اسكو فرسالين دادكو سو دادكا تأسيريا مركا قاركود دادكو هادي لك الدين تو جيستان ولي جيسانين هادي لك جيستان ادويدنا ولي جيسانين كسرادا يقلادا يا تأسيريسا
ولذلك عمر بن الخطاب مسكيت كوسو قال مالين وسكيتو كنيا نيبا ميشن جوغا الله بريا وفي شيء قصده عجيب سمع رجلا يدعو الله إلهي مبريا حلي اللهم اجعلني من الأقلين إله واحد يقدر تهدد كآت كأير من القليلين معها من الأقلين ضد كآت كأير ير ير يقدر عمره نحل ونقدر نقول له دي سنة يا بني ضد كآت كأسير عمره حكير مركز دعائي لما يسي يا رجل وما الأقلون ضد كآت كأير وأيو نيكي وحولي سمعت الله وحان مقلي خذنا إلهي محمد كم قشولي سمعت الله وحان مقلي إلهي وهو يقول يسقو دهيا سبحانه وتعالى وما آمن معه إلا قليل وما آمن معه إلا قليل إن يروم نبي نوح رعض في الأدرى هذه المركة أدتك ماشو دورش الله مقليه شعبه أي الله صعدان ماها أي كوسوي ماها ماشو واجنوح الله صعدان جنانا وحا لا شيغي بقول كون كي قف با 999 عدد تكتغان واحد على 1000 كون كي ما ميد با جنانا غاليا ادو غدا ميد كان نوقن مي سوا نوقن 999 ايش عليك هذا اسك بريك اسك سوحد وما امن معه وصي سعوده وحول وقليل من عبادي الشكور الضوم هيغنا ان ير يا اي ما نقدو الى الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب ساقعت سلفت ضرب كفا بكف ويابي حوري يا عمر كل الناس أفقه منك ضدور نديتو كاي قانا بن عمر كل الناس أفقه منك قصد عمر مقرن يفلك ويبقوا برطيبا وعلم عصب كل الناس أفقه منك رضي الله عنه نشاعر عرب وحكيما يا قبي عجيب أخي وقبي تأثير يعني حوري ومن يتهيب صعود الجبال يعش ابدا بين الحفر ومرتي رجع على بورها كره مرتان بور بورته كديرته اي كادقت هي بكريا محل قوينيا فولونتير الاراده محل قوينيا اخذ القرار محل قوينيا وحدوني سو غادي كرتا ويان انو تو حد داوني ددك معان كله ايو ديكر كله يا كوري بورتوس marka waxa laga leeyahay adoo macaan la wad gaari karta adoo dhikar lana wad gaari karta iyo laga dhacay dadka wuxuu markaa ninka gabay carabki waman yatahayb qofka ka cabsada suuud aljibal iru buuraha koraha qofka ka baqa yiish abadan waligi wuxuu ku dhoolanay beeran xufari hooga goose ninka buuraha inuu koraha ka cabsado wuxuu ku noolanaya hooga goose ku noolanaya idan yajo naqtar kanada inaan ku dhaxfadhna kala doorano inaan buurta kor aadniyo inaan hooga fadhin iimaankiina inaan la fadhin hoog iyo inaan buurta kor kaga tagno oo dadka dariiqa maray markay saan noo soo eegan ma ajbar alislam islaanka maxaa ka qulbaday dhahan ma ahsan alislaanka maxaa ka wareersay dhahan anaka gacanta ku hayna ikhwani fillah wallaaba waxaan soo sheegay tii saddexaad himmada maxaa ku kor qaadi karnaa kayfa narfa alhimma himmada waxa lagu kaar qaadi kara hadaf kale oo dhan baabi hal hadaf yeelo hal hadaf yeelo hadafka macnihiisa rida allah wal janna rida allah wal janna ilaahi raali hayga noqdo jannada la galaya bas waxa kale hadaf oo dhan muxuu noqonaya zero marka hadafka la eego saxaabadi nabiga ansaartii nabiga baa la galay haganay fadhiyaan waxay baa kula galeen inay nabiga ka difaacaan waxay ka difaacayaan ubadkooga iyo dumarkooga haduu madiina soo gaaro saad ibn ubada wa ansarta madaxdoodi wuxuu riya rasuul allah in wafayna al bay'a ballanta aan kula galay hadaan oofino famaada lana maxaan helena famaada lana maxaan leenahay wuxuu rasuul kuuri al jannata فماذا لنا محور رسوله الجنة جنة الذي جنة وحكسك معنا ماله روضة المحبين ونسهة المشتاقين جنة قفك هذو قالوا محكوها هذا دونك حكم عريبة قرآن كفرس فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز سبحان الله
galada reer galbeed waxay ka shakeen waxa la doon ruusi afka faransiiska afka afkaani carabiga wax lagu tilmaamay najaah najaah wa guul najaah buugantu waxa ku qoran najaah 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 anigu waxa la doon najaah wa fuu wa bahjira ma najaah waxa ka fiican hada al falaah al fawz quraanka bil quraanka akhriya sheekh quraanka xafsan lo fadhay culimadii hal fi al quraani kalimatu najaah kuma jirto kalimatu najaah quraanka kuma jirto limada najaah wa maxay najaah wa no sawireen ba waa nin qurux badan baabuur qurux badan daba yaalo inaan iyo wiil yar gabadhina gacanta ku sitaa qosla yana tabeeshuna isaa ka dhigtay baaka waxa uu sitoo dhana wada amaah tahay de yaa wada deynku wada jira laakiin yadhak xebna xebna jooga meel xebna jooga kayma dhaxba wax ay kaasa najaah ninka waxa uu gaaray shirkadda ugu weyn buu xukumaa Canada shirkadda ugu weyn ee Mareykanka xukumaa wuxuu soo bilaabay looshiisa markuu inta ahaa maantana waa 80 jir shafkiisa inta leeg waa najaah ruusi uu libaanay quraanku wuxuu naga yidhi maaha najaah nolosha waa fawz najaah iyo fawz maxaa u dhaxaya najaah waa maadi fawzkuna waa fi dunyada wal aakhira wa ulaika humul muflihun muflihun faizun walidalika ikhwani fillah maxaa loo baahay marka ninku haduu jannada galo ilaahay ma oran ba jannadu waa darajaat subhanallah jannadu waa darajaat nabigu wuxuu yiri haddii ilaahay wajigiisa wax ku weydiisanaysid maxaa ku weydiisatiin firdaws yaani muslimka waxa la barayaa inuu noqon allahumma adkhilna aljanna ilaahu jannadu igali abaab xas ma fiicno ilaahu jannadu waxa igali saatay alfirdaws biwajhika alazim jannatu alfirdaws ilaa ta ugu hooseysa ba galisteeda ba ajeebaba faman zuhziha an an-nari wa udkhil aljanna faqad faz wa hadhihi ma taal qul subhanahu wa ta'ala قل بفضل الله وبرحمته سبحان الله قل بفضل الله وبرحمته فضل الهي رحمتي سبحانه النبي الله فبذلك فليفرحوا تاكو فرحه هو خير مما يجمعون امام المحاضره شيخ المرسلين نبي نوح عليه السلام امسسوا دعوه وداي كن سروكوت الله قبل طوفان سوما طوفان كدبنا الله اعلم inta ninka daacwada wada umriga inta la iglasiye ya lagu riya ya nabi allah nuuh kayfa dunya bal adunki war naga si hulika rajul dakhala daran min babin wa kharaja min bab adiga miskiin todoba sanad ku faanaysa wax aad jidba toosan raasamaal gaaga dhabaa 70 sano markaas aaminka boogaato lagu qoraa kanada umriga waa la dheereeyay qaar baa ilaado meesha afriqa kayma naga umriga la dheereeyay miskiin baa taa iskiin baa taa umri dheer meesha ma jiro waa 80 iyo 90 iyo 100 iyo ku faarayaan ma hada umri akh waxa ka dambaysa laabisiina fiha haqaaba ya khalidina fiha abada subhanallahi alazim khuludun fala maut walu fursada khuludun fala maut marka khuludun fala maut raa farxayaan saadadku khulud wad warisin geerna ma jirto way farxayaan maxayni hadu ilaahay oranaya rabbul aalamiin ba hadlaya maada baqiya lakum waxay dhahayaan ya rasuul ya allah wajigeegi ba cadeysay wax walba u baahnaa nasiisay yaani wax naga baqo ma jiro badii quduufu hadaniya ya geedo sasara soo dhaaray marka qofku dhado maanta waxaan rabaa bas inaan cunno cinab noocu doon rabaa inab ka marka uu rabo boqorada ugu waaweyn adduunka raga ugu shirkadaha waaweyn haysta de walo shaqeeyayo naaga qurux badan oo ajeeb ah oo shaqeeyo dhar loo galiyo dhaxda laga shaqeeyo tafooyiga laga shaqeeyo mooleega laga shaqeeyo xalba soo eegay laakiin halkan waxa weeyaan geedkii baaska imanaya soo raadacaya afkaagu imanaya haddii aad dadku guulaysid ba dhag 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 ku dhacaya okay music baan doonayaa maanta inaan music la yeeto music kii ugu dambeeyay ma aha rock iyo wal maaha ku macaan la yeeto doonaya shimbira heesaya geedii oo muusig noqonay geedihii ayaa muusiga tumaya mada turid waxaad doontid maxaa ku hadhay ilaahay wuxuu naamid baa inay hadhay he xijaabku iska qaadaya subxaana taala xijaabki buu iska qaadaya isagii balad wujuhun yawma idin ila rabbiha naadira ilaahay balad daawanaya subxaana taala lahadda wax ka fadhi badan ma jirto miskiin badarkaas halkano war maanta anoo timorton jooga yuu tirooday soo galay waa yara salaamay farxad buu yahay
qaar baa markay miisi salaama gacanta xajista miisi be salaamana miis ba taqala miyada miis be salaana oo magay suuqi badin adeerna salaam meemi gacanta miis be ku salaama kulay gacanta miis ku salaama qof kale ku salaama la ilaaha illallah waqf bi hada hasarati anta tara allah anta tanzuru ila allah ilahi ba daawana subhanahu wa ta'ala biqadri a'malika la daawana marka qaar dad ba maalika arki doona dad ba dad subhanahu wa ta'ala marka ikhwani fillah qofka jannada marku soo dhigo himadada sarqaxayso himadada kaxayso ragba waxay raadeen war ibaadada intan leeg salaada intan leeg maxaa u sameeyaysa meherka meher weyn meher soo marka gabadhu ninku guursaday lacag ma ururay naagta qaliga waxa ma ururay maxaa ururaysa xuraaynti wal alaabti xuraaynta ururayaa xuraaynta alaabti meherkeygi baan ururayaa xuraaynta xuraayntuna wax aad yaa maaha maanta dumarna lama jooga nasiib maan leena mote inaan xuraaynta ka shakeyna maanta nasiib oo leena xuurun cayn ka amsaali lu'lu'il maknuun qof baa waxaa dhihi markay kusoo baxdo khaymad bay ku jirtaa ixdaahunna fii khayma ilaahay baa noo abuuray subxaana wa tacaala shaqo weyaan ixdaahunna fii khayma khaymaduna waxaa soconaysaa 70 kun oo sannadood khaymad qoraatee khaymadii bay kasoo baxaysaa markay saa usoo baxdo uu soo taagayaa msuur usaa 70 sano hor joogayaa yanduru jamaalaha quruxdoo mudaawanaya 70 sano ta ugu qurux badan ninka hadii lagu dhiso saacad ma yareegayo warta dhamaa dhamayn ma filinkaygaba hadday adduunka mar labaad kusoo ay imato midkood curfiga kasoo carfiga kasoo baxay adduunka oo dhabaa la aan dhibeenaa ma qaadi karnaba laana si aanan taxambalaha waxaasa jannada yaalla marka jannada ilaahay waxa uu dhex dhigay wuxuu ku gabagabeeyay ilaahay maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة من قرة اعين سبحان الله الهي نو قري سبحانه وتعالى marka taas waxa ku soo roo himada soo kacaysa himada afar himada maxaa soo qaada caaliye himma qofka himadiisa maxaa soo qaada qiimada dunida markuu garto jannadii buu gartay qiimeega qiimada dunidaana uu gartay marka buu ku mashquuli ku mashquulayo intii looga qariibuu ka qaadaya intuu kariibu ka qaadanaya صاحبك دغانيا ياخذ منها ليتزودها الى الاخره ما هم رح فريسنوا لا ما انت غانت كوليت الحمد لله رب العالمين ما يدوق قادنيا ولذلك ايات القران كما افرستين الهي مركو غالدا كشاكينيو ددك ادون كان عابده يمحو الهي والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار وعجيب ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'aala sida asalka waxa uu raadinayaa ilaahay waladiina kafaruu sida asalka ay caadiga yaakuluna kama taakulu an'am wa yatamatta'un ma cunto loo cunaa raashin maxaa loo cunaa in lagu raaxaysto maxaa loo seexdaa in la raaxaysto maxaa biyo loo cabaa sharaabka biyaha biyahan way cad yihiin iga soo yara bacaanihi wax lagu dadaraa waa raaxa la rabaa inaan ku marto maxaa loo galmoodaa wa kamid yani in ilaahay ubad ku siiyo laakiin waqtiga ma dadka fikiray baa wada xana alaab kale ku jirtaa hatta al-ghazali rahimahullah wuxuu yiri ya laha min ladda law kana tadu ya laha min ladda wuri wa ladda yani wa raaxo haday dheeraan isade daqiiqado dheer oo dhabta waa kadib baa loo daal baa kiciyo waas dhici laakiin law kana tadu ladda suul lahayd baasho ladda noqon lahayd ya laha min ladda law kana tadu ما دايما يسدي وحاصرنا وراحوا حلو سبي سريو قرآن هو عجيب إخواني أفر سدا والذين كفروا محوري يتمتعون هدف كيف سهر رسي الدوك محوري جوغان راحوا أفر سدا بلينك وحورنا هيا سدا الدوك وشاقين يا حديث كان أرقد دون نصوص عيدنا وشاقيا سدا الدوك وشاقين يا محوري وشاقين يا بشا وبحدون لعكت دورنا يا والله تن إسبانيا كنتي كارتها إسبانيا tan wuxuu geynaysaa amriga latiinka ku dhaafinaysa latiin amriga ku dhaafinaysa tan ila afrika kiniya sabab ku geynaysa ya u ururiyay hadaf waa maxay ya tamattuun wala raaxaysanaya habeen daraar badata tumo isagoo kala jabay buu shaqada ku soo noqon laakiin baalka markuu furo koontkiisa maxaa ku jira zero inuu ku dib u urunaya sanaka dambe ilaahay wuxuu ku leeyahay quraanku ma wax iska hadlan quraanku waladiina kafaruu yatamattuun
ويأكلون كما تأكل الأنعام مد بقى مالنوح عارك يأقل وقرح بضن اللي واحد جوتي وضنك يا لهاكم متكاثر ماشي وماشي وتكاثر أوكي نوح عارك يا ورقوري قد وإلا يبشتوا لي أما هو قال يا قوري وقعدنا يا قوري مركو قاعته وات إحنا سأوري 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 اللي فاق محوني سأردي مقدم يدرنا محورسي والذين محورسي يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم إخواني مركا نكه مدلة لا يشقل بالدنيا الدنيا الزيادة قادنا ولا تنسى نصيبك من الدنيا نصيبك دوك قادو الدنيا كان شو قادو حاسك وراحة كل راحة يسو أنت إن في عنك عن وفائدة له لكن هدفك الجد أوكي وحاكم إذا وحيدا هي مدينا سروا قاضي إخواني في الله قفك مسلم كا سو هدف كيس قوي نادو وحو إيجا نلاش سعد كيجا إيج قفك مسلم كا هدف كيس قوي نادو ها إيجا نلاش ضد كا بتلي ها إيجا عبرك الله سبحانه رشا عبرك الله سبحانه رشا أو ما إلوبه مآلات الناس ضدك جبجبو يكوا حضرتك يا سارنين إلهو ضدك سأستدرجهم من حيث لا يعلمون ضد بإلهو داريا ورحل ده هبل متوكدو مصومو لكن باوربو وطا قريو لي هاي آتوكو ناصر هاي صور باكجرتا جبجبه ولا صعو دمات كون ايك مآلك عاقبة ايك والعاقبة للمتقين دمات كهدك دقين إن بطش ربك لشديد ما يبقى لقصوك إياه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ما يبقى لقصوك إياه هدك دقين إلهي مدك دقو وحليم كادت في ربضان قروح بضان إلهي عاصنا يا إيادتك وريريا لكن ماذا أركي ساتقي بور كجيفة بور ما محي كان إنك النوامح لا ما سأيشو سيد أسمعها مركا محي نقود عيا محي نقود عيا إلو في ربضان ولذلك إخواني النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالحزق الفريا إن الله يبغض كل جعذري ولدي إن الله يبغض إلهي وانعا حزق بالمجا ورنيا كل جعذري ملكستي أو غليظ ومتكبر إلهي ونعا إلهي كو جواذ أو جموعة أو أدوك أورورية أو منوع ذلك أنا كعيش ذريبة حولها قرأهم كابيتاليزمية هكذا ما ديكتها ذلك أنا كعيش ذا جوؤون على إلهي ومتكبر محاكو حيها وجواظ صدح محود الرسول صلى الله عليه وسلم سخاب في الأسواق لا إله إلا الله كأن الرسول يعيش معنا سخاب كل دقاق بضن وقيل بضن في الأسواق سوقها بوق بضن إميقى سوقها عالم يسوبها ركتين تطبخ الله ولا قليا سماها ما ماش لاي نظام هذا بورصده بروسكا وهذا نبنيه كعذري ويان سخاب في الأسواق سوق كعذر دلالين تخطر تعطي قيادة بدل له تلفونك ما دقيا ألو أقل بنايا بابور بنايا ألب بنايا درر صلاة بس عطابور ما هي سخاب في الأسواق لا صعب بدر بني حديثك جيفة بالليل هباك هنا ورق أوردا سقدير دحى سلة الليل كورمهاي قيام كورمهاي فجر ورمهاي جيفة بالليل حمار بالنهار لا حول ولا قوة ضررتنا وضمير ضمير بعدوك ما هم على الغلوشة نب أقم على الغلوشة نب أقم على الغلوشة نب حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا الدنيا الشقدي ذو حكي قنا مجرو ما أنت قلود مستقيين وحكي تغيير وطاوين ترون تين تأوغوشة أفريقيا كورن أوغوشة شيء اسمعي انت كتاغتا يبور ميتا كتاغتا وركو قعتا غاساري وعالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره اخره وركينا هبه شيغي با وجاهل بكيا امسسف فاني كالسي يا وجعذري وجواد وسخاب وجيفه وحمار وعالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره كاس إلا نقول إن الله يبغضه أوكي ما تذكر كم ذي بذوذ يعني عالي الهمة يعني
kasba okay waxa kamid ah waxa umidina kor u qaadaya waxa kamid ah in aad dadka kale tala saaran qof tala saaran tala saaran naftada allah iyo naftada okay dad fara badan wax arkaysa wax ii gargaaran lahay wax ii gargaaran islaanti way soo horjeedaa ciyaalkii buu ilaahay ugu daray qofka dariiqa mariyo kaasana way naca dad waliba dhukan markay u joogtid hore galbeed فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب أوكي أي عند صورة الأفوفة مجرد قلات هاي حاجر نفسي نبي ريبا نفسي كله هذا ما حطيبه أوكي من أبدأ عمله رسول محمد لم يسرع به نسبه بلال وحالك هرقي أبو سفيان أبو سفيان شيخ ينوشقي عمر بن الخطاب بالي بدي عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أبقى المؤمنين تاولان marka madaxa bulo tagay waxa lagu tagaa balan Soomaa balan baa la leeyahay wala kala horreeyay laakiin balanta kala horreeyntana wax kala lagu daray xaqan marka haajibkii dadka u gelinay Umar wuxuu yiri Bilal soo gal oo galay soo gal Salmaan oo galay soo gal maratay dadkii wada hooseeyay Abu Sufyaan deeg markii bulshada Carabta ka wada hooseeyay baa galay Abu Sufyaan meesha waa fadhiya أبو سفيان فضل بالي شلون سوق له عمر بهرجي عمر بكري عمر وحايقة صهور قال دتك مساكين تي عدومه إنه هنجري هنيجي أو بقر كي عرب ورانا دي بالله يدعي عمر نوكا بحكيري وحادي بكون دعي مركا إياكو أي من نبي كم قلين بصهور مرهن دين تي كاس صهور قلين إسلام كاس صهور قلين إيمان كاس صهور قلين عند دي بالو دعاء مركا نصب كوديكم مسهور رسينيو ولا يدعو في استجابه ودعيته فأبطات دي بالو دعاء marka ixwani filla aali yahay himma maxaa looga baahay marka inuuna wax isku haleeyo waxan beenta ee la sameystay isku haleeyin allah iyo naftada hormarku adduunyo akhiratas ku jira yowmal qiyaamaha ilaahay maxaan uga hortagayna maxaan u teena anako fardan okay aali yahay himma waxyarada kor ino qaaday himadeena waxa kamida an takuna qawiyan nafsi naf ahaan ina noqoto qof qawiya gudahaaga dad baa jira halka gudaha haasima leh anaga muslimiinta waxaan ugu dhacay haasima xadaari wax dhaad haasima xadaari oo maxay marka aan aragnay ilbaxnimada aan dhixmanay anba aan maqalay waan burburnay burbuba inagu dhacay hoosta waxaan rabaa inaan qawiyo nafsi noqoti lidalka quraanka waxa ay ajeeb ku isticmaalo waxa kamida si qofka bini aadamka naftiisa loo dhiso oo ilaahay loogu xidho subhanahu wa ta'ala saddex shay quraanka ino in naga dhaadici abdiitu bay nagaa dhacay ku xwani filla waxaan laga dhaadhiciyay in ay ilaahay subhanahu wa ta'ala isku haleynta isku haleynaysid iyo dib u dhacaagu inay ku xineen wax aan adiga adahay adiga uu baa ku xirta ilaahay wax kala meegayo adiga uu ku eegayo marka aqiiqan si quwada gudaha kala soo baxa labo ilaahay wuxuu ku leeyahay aqaliga dhis la'allahum yatafakkaroon la'allahum yaqiloon sadah إلهي وحكو ليه سبحانه وتعالى واروحا لربائنا الجنة أنا سوشيغني هدف كأ سي أي نفتاده قوي النقطه إنا أنا أسعر إلهي وحكو لدوك أسعر جعل لكم الأرض دلولا حال قبرها فمشو لكن ملك اللي دين لقاه دي محايد فمشو بلد دينته ما جرت وصارعوا بلد وصابقوا بلد وفي ذلك فليتنافس المتنافسون برنا لمورا فابتقوا من فضل الله ابتغاء لكن ادوك حديث فامشوا صعدا صعوا لكن اخر صح لكم مورا اخر واحد يقول دغدغ اكتب واحد هوري وصعوا عالي الهمه ولا ليال قفك همده له همده ما حكروا قاده انه لن نولد همده لا نولد همدود سريس لا نولد qofku meeshu dhex joogay taasiirisa biyada waa mu'assir qisadu waa maqashan sagaal ninkii sagaal iska shaqay dilisoomeen muxuu dilay waa sagaashan iyo sagaal
culimadii buu la tashaday wuxuu waraan toobad keenayaa damiirkiisa baa balaarugo ilaahay baan u soo noqonayaa ii sheega buu dhin caalima oo ilaahay u sheega wax dariiqisa fadalluhu a'bad an-nas mid dadka cibaado fiican bay u sheegeen buurta buu fadhiyaa u tagay ilaahay waa caabid oo u tagay wuxuu yahay rajul 99 baan diri waan soo laamay dariiqan mar ilaahay tusbuuri ninkii uu naxay baa 99 buu ku sheegay ma 99 qof baa dishay ha anu ma arkay meelad ku baxshid buu ilaahay baa leedahay khalaas miskiinka looga laga soo xiray wuxuu yidhi faanta mi'ahum anna baqo ku noqo meeshii buu ku dildilay kii wuu iska soo la dhacay haddana dib buu iskaga jiray damiirkii baa noolaaday wuxuu yidhi akhi tusa waxaa la yidhi marka hore acabad imika aclamu nnaas nin cilmilaan ku helay hebel u tag wuu u tagay wuxuu yidhi sheekhu 100 baan dilay xal ma leh wuxuu yidhi xal waad leedahay laakiin halkaagu wuxuu ku xidhan yahay cilmi waa cilmi ah tugayir albi'a waxaad bedelaysaa environment-ka meesha aad ku nooshahay waxaad tagaysaa meel kale magaalada ka guur magaalada kale u guur dadka bas culimmadii waxay moodi leedah magaalo laga guuray magaalo u tagay maaha waa magaaladani fasaadka ku badan magaalo kaleoo wanaag ku badan dad himad leh dad kulamid ah dadka maxaa qofka marka laga saaraya maarata iminka dhexitaa reer galbeedku way fahmeen qofka markuu ku noqnoqdo dembiga kuna noqdo waxay dhahdaan qofka laga bedelo environment-ka meel kale la geeyo way bedeli karaysaa waddanka Denmark waxaa loogu talagalay 2000 oo cajiib ugu tahay 2020 maxay nooga hadhay 2020 waxay nooga hadhay 4 sano xabsida wal xiray khalas wuxuu noqonayaa waddan bila xabsiyaha bila sujuun qofka maxaa xal loo hayaa marka waxaa loo hayaa environment-ka loo bedelaa bas qofka madaxiisa la caafimaadinaya islaamkuna ma jecla xabsiyada islaamku nabi maxamed xabsiyada ma jecleyn qofka inaa environment-ka la bedelo taqriib buu sameeyay islaamku qofka wuxuu ka saari jiray meesha uu degan yahay wuxuu geyn jiray meel kale yuu cumar u eri jiray qofka taqriib baa lagu samayn jiray maxaa labaka uga jeeda gan ikhwaani halkaa tag buga uu tagay dhexda ku dhintay marka dhexda uu dhintay waa kii la xisaabiyey maadaama uu saadiq ahaa bacdi ruwaad waxay leedahay magaalada uu ku socday iyo magaalada uu ku socday waxa uu u dhowaa magaalada uu ka socday laakiin ilaahay baa dhukii soo durkii tanaada soo durkii tii uu ku socday soo durkii marka malaa'igtii cadaabtana way imatay tii maxay imatay raxmada naftay qaadaya waa isku qabsadeen malag buu ilaah u keenay waxaa dhexisa mitriya waa la eegay waxaa dhe isagoo u dhow baa la arkay meesha tawbada magaalada ku socday hal maaratay taako marka aad u qaatay marka waxaa loo baahay in bii'ada la bedelo oo culimada lala noolaado eeg culimada iskala fadhidid dad culimo ah oo himmadoodu sarreyso oo markay cilmiga ka baxaan ka sheekaysanaya waxaasha muslimiinta markay waxaasha muslimiinta ka baxaan naga sheekaysanaya reeraha sida loo hadin lahaa markay ka baxaan naga sheekaysanaya sidii wax loo noloshooda aakhiri adduun ay tahay iyo horumar ay ka sheekareen oo la gelin fasaad iyo fujuur iyo la gelin wax ku shumaysa lidalika nin buu wuxuu tagay Khalil ibn Ahmed al-Farahidi waa culimadii luqadda carabiga ragii waweynaa waxaa laga yiri ya imaam ta'kulu qalilan wa tata'allamu kaseeran in badan waad xood barataa in yarna xood akhdaa xood cuntaa maxaa kugu wacan wuxuu yidhi saacadda igu culus adduunka waa saacadda cunto cunayo qofka ninka la nool cuntada qiimaha uu garan doonaa ninka la fadhiya Axmed ibn Xambal radiyallahu anhu waxaa lagu yidhi ya imaam mataa tastariix goormaad raaxaysan waad daashay salaatu leyl iyo quraan iyo cilmi iyo reer ka shaqee soo noqo sii noqo goorma raaxaysan doontaa mataa tastariix cinda awali qadamin fi ljanna markaan lugta jannada la helo cinda awali qadamin fi ljanna okay nin kale arkeen oo cilmiga markaa culimada dhegeysanaysa waxa leedahay waa ninka cilmi badanaa fadhi kuma keeninde qiila libacdi ahli cilmi kayfa adragta hada alcilm cilmiga inta laga keentay qaala bisalaasati umuurin saddex arrimood baa ku keenay bisahri habeenkan soo jeeda adiguna habeenka maxaa haasaa waa jeefta bisahri habeenkan soo jeeda kow wa safari safarna waa galaa sheekhibil baa halkaa fadhiya waanu tagaa sheekhibil baa fadhiya halkaa waanu tagaa adiga sheekhibil sheekh axmed baa fadhiya oo taaba ma u tagtaa adiga halkan fadhiya sheekh muusa halkan jooga muxuu sheegaa sheekh muusa kule laana wax uu sida kula qiimo lahay marka bisafari والسهري صدعه محوري والبكور في السحري هي سحورتها هره
iyan kalaha wa kalaha saas aw kale wuri qila li ahadin min an-nas mithlu alim wa halwuri bima adrakta ya imam waxan maxad u keentay warag ma u firisa rag waxa ku gaadheen wuxuu ri akhi waxan ku keenay laba shay baan ku keenay bil misbaahi trigo larku lamaara maxad hada in nalku wa shidan yahay marka de nalka imika waxan ku shidnaabo meel ma toojana ma dhag dhag qaarna kale ka shidayaan ma soomaa laakiin bariga ma jirna faaruus baa saliid baa lagu shubayaa ba waa lagu shubayaa gaas u kaco nalkaasi ma baqtiray buu raashida yahay bil misbaah iyo wasahri ila sabah ila waagu bariyana indhahan kala hayaa buu waxa ma akhriya salaad ma tukriya quraan ma akhriya cilmi ma baaraya taasan ku gaari buu adduunkan waa sida maanta boqolkiiba saddex ba adduunka waxa ku tala dhaa ma culimadeenuun dunidan aan ku noolahay inteena noo dhan imisaanay 79 ka boqolkiiba waana lahaya rag baan doosocnaa ragaan doosocnaa boqolkiiba misaan boqolkiiba saddex maxay ka duwan yihiin waxay ka duwan yihiin waxaan sheegayno aduuni qaatay qarkood habeena masaxdan darna masaxdan xumbe akhriyaan xumbe quraan xumbe sameeyaan xumbe wada de maxaan arko qasbar anoo inaad doosocnaa sadameera baa lagu baxay ma jirto aakhiradan oo saas baa wulisa u sameeyso okay ibn taymiyah ka hadlayna raximahullah islaam baa jirtay muciidi ah sheekada ahayd sheekad caalimad baa ahayd marka uu xaajo galay suuq cilmiga waa qisanayo marka uu xaajo galay wuxuu aadayaa musqulaha kitaabkii buu akhrisanayaa waqti baa ka tagaya soomaa markuu musqulaha tago kitaabkii ma qaadan karayo iminka ciyaarka buugaanta iska galaan badeed oo iska ku raaxaystaan bay markaas wuxuu sameeyuu garan waaya musqulaha mataan ku jiro maxaad qaban buu yiri islaantii mucuudi buu dhibay kitaabkii wuxuu dhahooyo kor u qaad halkaa socdaay halka ka wad sanakan ifis ka jiraa ama xamaamki ama musqulihii u wada alaabtii iska xaji gudanaya islaantiina waa qaran saacilmigii markuu ka soo baxo halkii buu ka bilaabaya waqtigu muu ka tagay markaa waa musqulo wuxuu ilaalinay waqtigiisii adiguna imisa waqti ka tagaysa ka maxay naga tagaysaana rag waaweyn oo aniga de la leego cirod subaxdii maarjiga baa isku khilaafaya ma aragtay miisi waa loo exday iyo loo meex maanta wallaahi billaahi ma kuubkii la siiyey baashi la siiyey miisi waa loo exday loo meexan warnaga la tago wax ma garan la siiyey hay la hadli kulma hadlay ish calay min miisi wala min miis abu waluu fursa himmadeenu haqay taagan tahay barraganimadeenu u fursa taagan tahay warag waaweyn rag baa markay caawa seexanayaan labada maash baa caawa socda kubad fiican ma caawa war waseexanaysahay baa lagu sii qabu gelinaya waa loo qabanaya waa loo duubayaa balaabta uu soo kacay bisbaxa yani ama qaar uu soo kacay ba horda isku qaranaya uu soo kacayaa caawa soo kacday maash khatar caawa dhacaysa oo yaa isla ciyaaraya hebel yaa isla ciyaara himmadaadiba muxuu yihi sheekh qardaabi xafidahullah wuxuu yihi yani intaqalat alhimmatu min alaqli ila albatni awwalan himmadi muslimiintu waxay ka soo kacday caqliga hagay matay calosh maada naakul summa intaqalat min albadn ila alqadam markii dambe calosh bay ka tagtay kadatay lugta waa wax la buuxiyo buufin la buuxiyo yaa intaa kana loo dhigay ilaahna looga dhigay 2 milyar baa daawanaysa maalinta kubdumood kala xidhiya adduunka dhan kubka adduunka 2 milyar yaa hor fadhida sax ka waran marka ay dhamaatay beer beer oo dambeysh alay ka jiifo billeel haga la socdo shacabigaagii baa ku gaajoonaya bariga afrika shafka dhuka qoyan dhulka ka gaajo dam way ismariyeen adiguna rag daacdaacaya daawanaysa way daacdaacaya dharag baa daacdaacaya waxan milyaara lagu cunaya yani qisa xaqiiqan sheegaya labiyo kotonkii iyo rag shareen farar ma soo dhaal waxay idhaahdeen dadka adduunka dhan maxaan ku mashquulinaa saddex arrimood waxaan ku mashquulinaa ciyaaro u sameynaa milyaarada ciyaaraha bay ka shaqeynayaan bas kulli maxaa kaloo sameynaa aflaan oliyot filinka ugu dambeeya xaalada waxa soo baxay filinka ugu dambeeya inta ayna sinimooyada la siin max inta maxayga dad waaweyn ka shaqeysanaya filinka soo dhacay waxa lagu wadaa maanta halka ciyaalkan geenaya beedada waa filin waa lagu sameeyaa arinta la socdo waa talabaad adduunka lagu wareeriyo saddex maxay dhahdeen arrin saddexaad dadku wareerinayaan maxay waxaanu samaysanaa dimuqraadiya musayafa dhalo dimuqraasi baana dimuqraasiga beenta ma taqaanaa
madaxda aad dooranaysid baa inta lagu doortaa dooranadu adu madaxa adu waa dooranaysaa anaa ugu suuriyad leedahay laakiin ma dooranaysa islaanti loo jiray Benazir maxaa loo jiray Benazir Bhutto ayaa Mareykanka loogu yeedhay iyadoo qaxootiya wax la dhigaalay Pakistan ku noqo waa waalanahay tiri ciidanka xidhiya iska dhaafay laga dhigay noqo diyaaradda ka dhaadhac kow magaaladii Lahore iyo maxaa ku dhahdaa Islaamabaad oo malaayiin dariiqada jooga madalki doontaa kuu soo baxeen ma aniga waa lana caawi tira aniga Benazir Bhutto Khanazir Bhutto u bixid Khanazir Bhutto way dhici jireen waxaa laga yidhi aduu iska dhaaf soco haya bay tira maareegi doonaa laba usbuuc un bay idaacad la yidhaahdo si maxaa dhahdaa in si First America CNN tiba isdul dhigto waxaa laga dhigo najma xidig geesiyad libaaxad usoo wadanka waxay tiri markaan diyaaraddii ka dhacay waxaan arkay bay tiri ummadiyo nebiyuu ma soo baxay oo kala meel ka mar binaadan baa waayay dadka ayaa soo saaray tiri waa dimuqraadiya musayifa dhaa waa dimuqraasi been dadka loo sameeya waa lagu mashquulin saddexdii shay buu ka imkan lagu mashquuliya muslimiinta afrikaanka iyo carabta iyo tiyarmoodka aan gustaxad saddex waan ku mashquulshanahay waa waxan xaqiiqo ahayn saddexda midna xaqiiqo ma ilaa ilaan okay annaka markaa himadeenu inay taa ka soo sarkacdo ku sarkacayaan agaan sheegan ugu dambeyntu waa raayo hal yar himma himmadu maanta sheekh ilaa ma hadlayba sheekh Faisal عالي الهمة همة السر رئيسة الهمة عالية الهمة محلو نقضي عالي الهمة قفك همة دي سؤال سر رئيسة فرص وكفاية ديستا فرصك الدنك وفرص فرصك ما تعفان رمضان بقى سوق عليه وفرصت حج بقى إيماني وفرصت محرم بقى إيماني سفرصة كجرة فرص نوش وفرص حق يداعاتك حبيانك يا درارت وفرصتك لدون وانترخي qabowgii imika haa markii qabowgu jiro habeenka lagu dheereeyay waa iska daali hurda ka soo daali maxal qaban baad galgalan saac qaar ba saacad oo leeyahay barba dheera halka galan isa sarka akhlaas kaniifka gal meedho cadayo tawajjah ila iska jeeso quraan akhri aa wardan oo ka dharaati ba soo goobnaatay dharaati maxal noqotay wax yar soonkii ka gaarsi wax badan ba inoo yaala waa furas إن الله إن لله بوري عمر أبو بكر إن لله عملا بالليل لا يقبله في النهار إلهي وحولي عمل هبينك دراتي كما أقبله ولله إلهي وحولي دراتي عمل وهبينك كما أقبلين دراتي نا وتخصص مركا عمل وقتك فرصك إن آدو قفا إذي سنو يا مهمة مركا قفك مسلمك فرصك كفا إذي ستا أوبو وفرصك عجيب وحا كمدها فرصك وقت ياش وحا كمدها بل يرد فرص بيليهن wad ordaysa wad boodaysa wad qalab qaar baa raad wallahi markaan weynaan cibaadaysan doona laa moodina saas wad daali doota markaa weynaati salaatu lilku wad kan doona imika wad rashid ba tahay fursada waxa kamida guurka kamida guurka guurka waxa la dib loo dhigin buu ku jiraa dhalinyarada qaar aranaya wallahi waxba xawaaj baan waxba ma urin kareysid waxa gaarsiiyo quwwada ilaahay ku gashay shahwadan waa inay meel khayra ku shubato oo gabadha ku raaxaysato adna ugu raaxaysid oo Ilaahay ugu dhawaad subxaanahu wa ta'aala waxyaalada ajeebka badan 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 waxa kamid ah oo diinteena yani ma inay ka dhigto galmoodka cibaado waxa ajeebka mid ah inaad islaantaadi la galmooto inay cibaad ayo lagu qorayo mid bay weydo waxa la wuxuu yiri ajarku soomaaha salaad inta tukatid inta suuntid soomaaha inta cishaa markaad galmoonis inta lagu qoray aguud waxa lagu qoray inta aad niyootay ajar inta ajar aad niyootay maxaad u jeedaa maada turid min hada meesha maxaad u jeedaa ya soomaahin ina hadiis la akhriyo soomaahin ilaahu allahumma jannibna shaytan wa jannib ash-shaytana mimma razaqtana mid baa yiguu yaa xusan karaba iyaa ba xusuusa kara waqti aad u dhig may wa xusan kartaa ba ku dhahay markii allahumma jannib ash-shaytan wa jannib wa haas odan halkaas lagu gashay waa fursad dhalinyarada fursad ma hayaan way inuu guursadaan qofka hadii xas kala tagaan waa inuu markaba guursado nin ba arday buu ahaa ahad culimaha markaas buu xaaskiisii ba ka dhimatay uu soo aasay uu soo laamay isagoo leemaratay ciidii iyo wixii dhobadii aas kale uu yimiday markaas uu ka yiri yaa imaam xaaskaaga iga dhimatay waa soo aasay wuxuu ma guursato ku yiri waa imkay urmi caawa saaxib bil haas
الليلة عاو بلا حسيحة بركيه ما عنو بعض الرجال ترى قبضه دلها يبغوا كاربا فاتبر قبضه يدي تزوجها قرصو بركيه ما حنو جينا واحد ويان خوف إنه بلا حاس كنا ولا هذا ولبا في أمريكا في كندا في أوروبا ولا هذا حمص ما يو حاول يربينا ما يرتاح ولا يعني حق أيضا كنا نرتاح يعني مركها إن ده هذا ويرد بيكون عيا قلب دجاج قاعد منايا قال لابد أن تتزوج هنا أنا يرضى حالنا ماشين وإن أبغى حاس كويرتين كوي حاس كم غي وإن حاس يشان وضروري جدا وفرصة يعني وقبلها بدن قبلها مرتي ما كان كشيء كير إنه مرتي شيخ أفريقيا ما كان كشيء كير إنه ريرو حاس كوف في علادان وحالدي ورقبلها ماشين جو بقولك الضباط وبلا ريربا ما عارف كوف في علاني وقبلها حرية خالي في الله ومرتي وإن الجسدو ولا حرية إن هذا بلا مرت حصل مركا همدينا كرهن قادنا همدنا ما كان كره قادنا إن شاء الله تعالى علو الهمة وحق حنانسة إن أنا كنا نقول إن شاء الله تعالى أهل الله وإن نقول يري وإجرال نقول سين وجزاكم الله خيرا وصلى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.